بنصبح على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. نروح مع حضراتكم لملف في غاية الأهمية، وبداية هذا الملف في الحقيقة ملف القضاء على الحالة العشوائية والتصرفات الفردية اللي من بعض الأشخاص، واللي أدت إلى تنظيم الحكومة لبعض المشروعات ومنها مشروع البتلو. مشروع البتلو هو أحد المشروعات القومية، سعت الدولة بكل جهدها إلى ضبط كل القائمين والمزارعين والمربيين في مختلف أنحاء الجمهورية يعني عدم الذبح للبتلو إلى وزن يصل إلى 400 كيلو جرام. البداية كانت في 2017، سعت الدولة بكل جهدها زي ما قلت لحضراتكم، بداية من الرئيس وصولا إلى كل عامل موجود في مختلف أنحاء الجمهورية حتى لا يتم القضاء على عجول البتلو الصغيرة، وبالتالي طبعا هيحدث خلل في الثروة الحيوانية. خلونا نعرف مع حضراتكم مزيد من التفاصيل، التصريحات الخاصة بالرئيس في يعني مشروع البتلو أو إحياء هذا المشروع بشكل جديد، إيه هي كمان مصادر الدخل الجديدة اللي هتكون موجهة لمشروع البتلو. معانا دكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم، صباح النور لكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم. خلينا نروح للبدايات وفكرة العشوائية، ويمكن الدولة دلوقتي بتسعى إلى القضاء على الشكل العشوائي بتصرفات العشوائية لكل الناس، وخليني أقول أنها تصرفات فردية لكن بتحدث أزمة بعد كده، زي مثلا أزمة مشروع البتلو. دلوقتي في أزمة القضاء على العشوائيات المباني وما إلى ذلك من إزالات مخالفة، ده كمان تصرفات يعني فردية وسلوكيات خاطئة أدت إلى أزمة في يعني قطاع الثروة الحيوانية. أتكلم مع حضرتك بشكل مفصل البدايات ووصلنا إلى فين. بسم الله الرحمن الرحيم. لما نتكلم على البتلو، هو حيوان بيبقى متوسط وزنه من 80 ل 120 كيلو جرام تقريبا، يعني متوسط الوزن 100 كيلو. نسبة التصافي في الوقت دوت بتبقى 50% على الأكثر، يبقى الحيوان الواحد لو اتذبح هيديني 50 كيلو جرام لحوم بعظامها بأقصى حد. 50 كيلو جرام لحوم بالعظام يعني بيتصفي لي 30 كيلو جرام. بضوابط وقرارات وزاره الزراعه بمنع ذبح البتلو والتسمين الى 400 كيلو جرام على الاقل، هنا بتبقى نسبه التصافي 60%، فاصبح نفس الحيوان اللي كان لو اتذبح بتلو هيديني فقط 30 كيلو جرام من اللحوم، لا ده هيديني ما يقرب من 250 كيلو جرام من اللحوم. يعني هنقول لو الدبح كتله لا اصبحوا 250 لنفس الراس، يعني حفاظ على الثروه الحيوانيه وتنميه راسيه للثروه الحيوانيه. يمكن لوقتنا هذا تم اقراض ومنح ما يقرب من 2 مليار و624 مليون جنيه لعدد 15300 مستفيد ب 183 الف راس. ال 183 ألف رأس دول لو كانوا اتذبحوا كبتلو كانوا هيدوني تقريبا كمية من اللحوم بتساوي 5000 طن. قليل. طيب لكن بتسمينهم وإقراض وتمويل الإخوة المستفيدين أصبح الكمية اللحوم التي يمكن أن نتحصل عليها من نفس عدد الرؤوس يعدي 45 ألف طن. يعني إحنا بنعدي من 5000 ل 45 ألف طن. لما نتكلم عن سنة 2020 الثمان شهور اللي فاتت بس، ما تم إقراضه كعدد مستفيدين وعدد رؤوس ومبلغ للتمويل والإقراض يشكل أكثر من 68% من جملة من يوم ما بدأ البتلو سنة 2017 لغاية دلوقتي. يعني ده بيقول في إقبال غير مسبوق من الإخوة المستفيدين على مشروع البتلو، قد إيه حقق نجاحات. يعني الثمان شهور دول أكثر من ضعف الثلاث سنوات اللي فاتت. طيب النقطة دي بالتحديد يا فندم، هل في وعي لأهمية هذا المشروع من الإخوة المربيين والفلاحين؟ هل في وعي بكمية الاستفادة ولا في بعض المخالفات حضراتكم بتوعوا فيها؟ هو في تكثيف للجان متابعات ورقابة وتفتيش من قبل وزارة الزراعة متمثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومن يمثلنا في المحافظات، وبنقول المتابعات ديت مش الهدف الأساسي منها رصد مخالفات، بغرض ان الهدف منها هو اكتشاف اي مشكلة والعمل على تذليلها في مهدها. وعلشان نأكد ان فعلا في وعي ولا ما فيش وعي، هنلاقي ان حضرتك نسبة الاسترداد الحمد لله تقترب من 100%. يعني نسبة استرداد القرض، هو طبعا القرض بسيط متناقص
ب5% فايدة وتقترب من 100%. انبسط من المشروع القومي للبيتيلو البروتوكول الرباعي اللي تم عقده في يناير 2020 ما بين كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والبنك الزراعي المصري. جميل. جهاز مشروعات الخدمة الوطنية جهاز لا يهدف إلى الربح ولكنه شريك أساسي مع وزارة الزراعة في توفير الأمن الغذائي للشعب. هنا الغرض من البروتوكول هو توفير وتدبير رؤوس حيوانات مستوردة محسنة وراثية سريعة النمو لمساعدة صغار المربين ودعم المزارع النظمية. جميل. هنا يعني دي ممكن نقول انها بدائل هي لعدم موازي مع البيتر. هنا بيبقى القرض قصير الاجل 6 شهور، وطالما 6 شهور بتبقى الفايدة فقط 2.5%. بيتم الاستيراد من قبل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية طبقا لكافة الضوابط ومعايير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبيتم حجر الحيوانات في محاجر خاصة بالجهاز وتحصن بكافة التحصينات اللازمة، والمستفيد بيستلم حيواناته. مجرد ان بيستلم حيواناته بيتم التأمين عليها تأمين ثماني ضد أي مشكلات لا قدر الله تحصل له، بحيث انه يبقى ضامن استرداد الفلوس أو التعويض مرة أخرى. جميل. وبيتم تكثيف بقى المتابعات زي ما قلت لحضرتك المجانية من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والدجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية. وزارة التموين كشريك أساسي في البروتوكول بتستلم عدد من الرؤوس المثمنة في نهاية فترة التسمين من الإخوة المستفيدين بأسعار عادلة، وبتذبح هذه الرؤوس وتطرح لحومها في منافذها المنتشرة على مستوى الجمهورية برضو بأسعار عادلة. هنا يبقى في توازن في أسعار اللحوم سواء كانت رؤوس حية أو كانت لحوم حمراء. طيب عايزين نتكلم مع حضرتك على مدى التشجيع والمربيين ليهم حاجات كتير قوي بيعملوها وتفاصيل كتير قوي، زي ما حضرتك قلت طبعا الخدمات البيطريه وهي من ضمن الخدمات المقدمه ل يعني المربيين، مهم كمان التوعيه والتثقيف من خلال المديريات الزراعيه والاماكن المختلفه الخاصه اللي بتوجه يعني وبترشد. عايزه برضو اروح مع حضرتك على فكره توفير الاعلاف وتوفير الاعلاف بسعر مناسب والغذاء المتكامل اللي بيكون فيه احياء للمشروع طبعا بجانب طيب. الاهتمام بعدم الذبح. نتكلم عن الاعلاف اللي هي كذا شق. الاعلاف من كرم ربنا سبحانه وتعالى ان الحيوان بنسميه محول للغذاء، يعني علماء التغذيه صنفوا الحيوان باختصار ان هو محول للغذاء، ان هو قادر على ان يتغذى على النواتج السنويه للمصانع والصناعات الغذائيه والمخلفات المحاصيل الحقليه، ويحولها من مواد غير قابلة للاستخدام الأدمي إلى مواد ذو قيمة غذائية عالية زي بروتين لحم لبن دهن وخلافه. وبالتالي احنا عندنا كمية كبيرة من المخلفات الزراعية التي تنتج سنويا، وهنا الأول مرة بيتم السماح بتسجيل تلك المخلفات الزراعية في الأعلاف. دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، احنا بنكثف الرقابة على صناعة الأعلاف وتداولها على مدار الساعة، على مدار ال 24 ساعة وخلال أيام الأسبوع بالكامل، مفيش فيها أجازات. يمكن في الأول لما كنا بننزل من خلال الرقابة على المصانع بنكتشف مشكلات، دلوقتي الحمد لله شهور نلف ونجوب مصانع الأعلاف على مستوى الجمهورية ولا نرصد مشكلات، وده حاجة تسعدنا. احنا بنكون عايزين نطمن إن الأعلاف بيتم تصنيعها طبقا لتسجيلات مسجلة طبعا طبقا للمعايير والمقاييس العلمية التطبيقية في وزارة الزراعة، ومصنعة في مصانع مرخص لها بذلك في وزارة الزراعة. فبيتم الرقابة الصارمة على صناعة الأعلاف، وبالتالي احنا بنوفر أعلاف ذو قيمة أو ذو جودة عالية علشان تحقق لأعلى معدلات أداء للحصول على مصدر بروتين آمن. طبعا برضو جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بيوفر الأعلاف، صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بيوفر أعلاف، وفي كمان زي ما قلت لحضرتك قد إيه ممكن نستغل المخلفات، وكل محافظة في محافظات الجمهورية بتتميز بنوع محدد ومعين من المخلفات الزراعات المختلفة. صحيح. فإحنا بطريقة مباشرة وغير مباشرة بنساعد المربي والمزارع في توفير أعلاف بسعر مناسب علشان تدي له أعلى معدلات أداء. طيب خليني أروح مع حضرتك للنقطة بالتحديد وإعلان طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة يعني الضخ للمزارعين والمربيين 2 مليار كمان. طبعا البدايات كانت أبسط من كده بكتير وصولا إلى بقى المبلغ كبير جدا 4 مليار.
ايه دلالات ده؟ وعايزه برضو اروح مع حضرتك بالتحديد، الدوله هتستفيد ايه لما تضخ هذا المشروع وتدعمه وتديله كل الامكانيات المتاحه والغير متاحه، المحاولات كمان لجلب بعض الرؤوس المستورده، ايه يعني الفكره من هذا المشروع القومي وعودته على الدوله ده غير طبعا المواطن؟ احنا بدايتنا كانت 100 مليون جنيه في بدايات 2017. بعد كده ابتدت تتزايد الى ان اخر حاجه ان معالي الرئيس قامت الرئيس كان وجه ب 2 مليار في اخر لقاء مع السيد وزير الزراعه ونائب الوزير، وجه ب 2 مليار اضافي، فاصبح دلوقتي المبلغ المخصص للبتلو 4 مليار و100 مليون جنيه. عايز اقول لحضرتك ان احنا من خلال حصر الثروه الحيوانيه حصر دقيق من قريه لقريه، يمكن من مركز لمركز، من مزرعه لمزرعه سواء منزليه او نظاميه، فقدرنا نحدد بالظبط انتاجيتنا ايه واحتاج قد ايه احنا محتاجين من خلال. ويمكن دوت حضرتك كان ملاحظ في خلال السنه دي على مدار الشهور السابقه، لما نشوف جائحه كورونا ولما نشوف يمكن جائحه كورونا بالتحديد قد ايه كان في دول اخرى بتعاني من اما تذبذب في الاسعار وزياده في الاسعار يمكن وصلت لثلاث واربع اضعاف في بعض الدول، لما شفنا في بعض الدول كان فيها نقص وعجز في بعض المواد الغذائية. صح. الحمد لله احنا هنا عندنا رغم جائحة كورونا والظروف اللي مرينا بيها ما حسيناش ابدا باي تذبذب في الكميات ولا نقص في الكميات ولا زيادة في الاسعار. وده برضو من خلال منبر حضرتك الاعلامي انا بوجه كل الشكر للاخوة، والنهارده او امبارح كان عيد الفلاحين. أيوة. كل سنة وهم دايما طيبين، كل سنة وهم طيبين، كل اهلي واخواتي الشعب المصري العظيم كل سنه وهم طيبين. احنا ما حسيناش وما ننكرش كده ما حسيناش باي فجوه غذائيه. عجله الانتاج ما وقفتش وسطروا بالفعل ملحمه وطنيه قوميه عظيمه. طبعا الحمد لله يمكن مصر الدوله الوحيده يعني والقاسي والداني يشهد بكده على مستوى العالم ما حسيناش باي مشكله غذائيه وان شاء الله مش هيحس. طيب اتكلم مع حضرتك عن خطه او بدايه بقى الطرح للاسواق، امتى هنبتدي يبقى في لحوم بتلو متوفره في الاسواق؟ لا مش اسعارها احنا اسعارها حلوه. مش عايزين بتلو. احنا منعنا ذبح البتلو الصغير اللي هو الحيوان هيديني 30 كيلو جرام فقط. تمام. وما يوصل ل 400 ده هيبقى ايه بقى؟ ل 400 على الاقل اللي هو عجل مسمن او حيوان. تمام. مسمن. يعني اما نوصل الى مرحله التسمين المتاحه والمقرره بالزبط. من حضراتكم امتى بقى هنشوف ده متوفر في الاسواق وايه الخطه المحدده للفتره دي؟ هي دي مستمره على طول حضرتك. يعني بس بنلاقي نقص فيها في بعض الاماكن او بنلاقي ارتفاع الاسعار فيها من مكان الى اخر؟ بص حضرتك ارتفاع الاسعار دي حالات فردية. وبعدين الحمد لله دلوقتي الدولة نازلة بمنافس كتيرة وتابع جهات حكومية في رسمية. منافس تبع وزارة الزراعة، تبع وزارة التموين، تبع أمان، تبع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تبع المحافظات، ولكن بقول المنافس دي مش نازلة أبدا علشان تنافس القطاع الخاص، لكن نازلة عشان تعمل توازن توفر في الأسعار. صحيح. فأنا بس بقول لما نلاقي بعض الحالات الفردية اللي أسعارها متزايدة لا ما نروح لهاش، يعني احنا ما نشجعش على كده، ما نشجعش الأسعار العالية لأن في أسعار عادلة وموجودة في السوق كله. يمكن ده حضرتك لو اتكلمنا على السواد الأعظم ولا على النسبة الكبرى هنلاقي لا السعر معتدل وعادل وكويس جدا. فمن خلال المنافذ الرسمية بقت موجودة متوفرة وبأسعارها معقول طبعا بشكل كبير. طيب أروح مع حضرتك على فكرة الاستيراد، ويمكن بعض الناس كانت بتقلق من الفكرة دي، لكن تواجد اللحوم المختلفة سواء البرازيلية السودانية وما إلى ذلك خلى السوق متوازن بشكل كبير جدا، وبقى فيه وفرة وما بقاش فيه فكرة التشكيك اللي دايما كان بيسعى البعض إلى إبرازها. يعني أروح مع حضرتك بقى على فكرة الذبح هنا واختياراتكم والحجر البيطري، إزاي بتسعوا إلى عمل هذه المنظومة بشكل متكامل عبر محافظات الجمهورية؟ طيب. هو هنتكلم الأول على فكرة الاستيراد. احنا اتفقنا أن في حصر دقيق للثروة الحيوانية عندنا دلوقتي ومدقق، فمن خلال الحصر عندك حضرتك قاعدة بيانات سليمة بتبني عليها معلومات وبتبني عليها قرارات، قاعدة بيانات سليمة في الدعم كتير أو في اتخاذ القرار المناسب. مفيش كيلو لحمة يدخل البلاد، مفيش حيوان رأس حيوان واحدة تدخل البلاد إلا طبقا للاحتياجات.
نحن نشجع تماما الانتاج والمنتج المحلي ونقف بجانبه بكل قوه ونجابه اي اغراق او اي زياده. وبالتالي زي ما قلت لحضرتك من خلال قاعده البيانات ديت بقت الدنيا واضحه. يعني يمكن في برضه كمان لما نتكلم على موسم الاضاحي السنه دي كان مختلف لو قارناه بالاعوام السابقه قد ايه كان السعر عادل ومستقر. واحنا في وزاره الزراعه وفي الدوله عموما يهمنا سعر عادل مش سعر منخفض ولا رخيص. سعر عادل يعني بيحقق هامش ربح مناسب ومعقول للمربي وبجوده عاليه طبعا مفيش فيها كلام وللمستهلك. الحاجه الثانيه بقى حينما يتم استيراد اللحوم طبعا بيبقى في لجنه للاستيراد ديت مشكله بقرار من دوله رئيس الوزراء ورئيس اللجنه معالي الوزير ومقرر اللجنه السيد نائب الوزير سواء كان لاستيراد لحوم او لاستيراد دواجن. زي ما قلت لحضرتك مفيش كيلو لحوم او دواجن او سواء بقى حيه او مذبوحه الا ما لازم الا لو في احتياج ليها ودوت اللي بيعمل توازن. الطريقه اللي بتدخل بيها كمان لا ده عليها رقابه صارمه من قبل الهيئه العامه للخدمات البيطريه واساسا من دوله المنشا وهنا في مصر. فالدنيا مش بالسهوله اللي ممكن يتوقعها او يتصورها او يشكك فيها. طيب بما اننا بقى بنتكلم عن السعي لتقليل الاستيراد على قدر الامكان والاستفاده من المنتج المحلي، هل هنوصل لمرحله التصدير في الفتره اللي جايه؟ خطه مثلا قصيره المدى او متوسطه المدى حضراتكم حاطينها؟ طبعا في الخطط قصيره وفي خطه طويله. زي ما نجحنا الحمد لله في الدواجن والحمد لله احنا على اعتاب الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبنصل اليه في عده شهور وان شاء الله قريبا جدا هنسمع عن تصدير دواجن وده موضوع تاني كبير ومشينا في كل الاجراءات بتاعته. كذلك في اللحوم الحمراء وكمان مراكز تجميع الالبان وما يستتبعها قبلها من تحسين وراثي وسلالات محسنه وما يستتبعها بعديها من الحفاظ على وإنتاج ألبان عالية الجودة سواء كانت للاستخدام سواء كانت للتصنيع سواء كانت للتصدير. نفس الكلام برضو قد إيه إحنا مهتمين دلوقتي في اللحوم الحمراء بالبتلو وبالتحسين الوراثي وبإنتاج أنواع من اللحوم عالية الجودة. وبرضو إحنا بيشاركنا ودي كانت توجيهات فخامة الرئيس بيشاركنا الجمعيات الأهلية في جمعيات المجتمع المدني في المشروع القومي للبتلو إيماء لما ليها من شبكة تواصل اجتماعي مع المجتمع المدني ومع صغار المربيين. جميل. نلاقي في مثال هي مصر الخير وشركة أرض الخير إن هي بالفعل في مزارع استلمتها من وزارة الزراعة ورفعت كفاءتها للوصول إلى الحد الأمثل للتربية والتسمين وبالفعل تم تربية وتسمين فيها 6000 رأس من المواشي المستوردة المحسنة وراثية سريعة النمو وتم توفير فرص عمل لأكثر من 300 شاب. وعايز أقول لحضرتك إن معظم الشباب المستفيدين من المشروع القومي للبتلو بيجوا لما بيسددوا القرض بيشكروا وبيقولوا إحنا لأ هنكمل لوحدينا وهنقدر طبعاً نمتلك مشروع لوحدينا. قيمة الفايدة كويسة جدا والمبالغ المقدمة طبعا حلوة جدا. طب أروح مع حضرتك عن فكرة أو فكرة مهمة جدا خاصة طبعا بالرقمنة، وكنا اتكلمنا مع حضراتكم قبل كده عن فكرة يعني الشبكة التكنولوجية اللي ممكن تربط المزارع دي تربط صغار المربيين طبعا وزارة الزراعة أو الشركات الأم، قد إيه ممكن يكون في تواصل وكم كبير من التبادل البيني في مختلف الصناعات فيها دلوقتي. واي نشاط خاص بالثروه الحيوانيه سواء كان الثروه الحيوانيه بكافه انشطتها ومشروعاتها سواء كانت ثروه داجنه سواء كانت اعلاف في تكويد لهذه المنشات كويس جدا من خلال الكود بنبتدي نتعامل معاه في القطاع المركزي قطاع تنميه الثروه الحيوانيه والداجنه. يمكن كمان الظروف خلال جائحه كورونا وكان مطلوب التباعد الاجتماعي دي ادتنا فرصه اكثر لعمليه الرقمنه وكانت ميزه على فكره حققنا منها قد ايه تقريبا يا دكتور؟ لا في بعض الخدمات بقت تقدم 100% من خلال التواصل الالكتروني. يعني التسجيل دلوقتي تسجيل خلطات الاعلاف واستيراد الخامات وكل هذه الخدمات تقدم من خلال التواصل الالكتروني ما بين المستفيد والعميل وما بين القطاع. هنا قللنا الوقت قوي وسهلنا من اداء الخدمه
وبقى فيه تواصل الكتروني اسرع وافضل مع العميل ومع المستفيد ومع المربي. حتى الشكاوي دلوقتي بنتلقاها والخدمات الصغيره اللي ممكن يستفيد منها المربيين الصغار من الشركات الكبيره او المصانع الكبيره او حتى المزارع الكبيره من خلال شبكه التواصل. مشروع البتلو في الحقيقه من اهم المشروعات، وقلنا كثيرا يعني ان في سعي من الدوله الى تنظيم المشروع ده والقضاء على الفكر العشوائي والشكل العشوائي لاقامه المزارع. هل حضراتكم حددتوا ضوابط لهذا الموضوع؟ يعني قلتوا ان في حاجات كذا للسلامه المهنيه، للسلامه الصحيه، في ضوابط كده لاقامه مزارع بجانب طبعا التسهيلات والقروض؟ هو طبعا بالنسبه للمزارع، خلينا نتكلم، لو قلنا من حوالي 3 سنين كان جمله المشروعات الحاصله على تراخيص تشغيل سواء كانت متعلقه بالثروه الحيوانيه او الدجنه او الاعلاف كانت لا تتعدى ال 1500 مشروع. يعني كان عدد التراخيص 1500 تراخيص. النهارده احنا بنتكلم في 55,000 ترخيص تشغيل. طبعا ترخيص التشغيل دوت بينتج من محاضر لجان مشكله ومشتركه ما بين قطاع تنميه الثروه الحيوانيه والدجنه والهيئه العامه للخدمات البيطريه، ومع الالتزام التام بكافه الضوابط واشتراطات الامن والامان الحيوي سواء كانت داخل هذه المشروعات او حولها. لما بهتم بالامن والامان الحيوي يعني بالتالي برفع كفاءه المنشاه او العنبر او المزرعه، يعني بالتالي بزود وبحسن من معدلات اداء الحيوان او الطائر وبزود من الانتاجيه كتير. طبعا لا يسمح بالبناء طبقا لقراراتنا الوزاريه في الاراضي الزراعيه، ولكن طبعا يسمح بالبناء والتوسع في الظهير الصحراوي خارج الوادي والدلتا. مع طبعا بيئة ملائمة طبعا للحيوان او طبعا ده اللي خلانا كمان نفكر في توجهات الدولة دلوقتي في التحسين الوراثي. على سبيل المثال لو قلنا استيراد العجلات العشار للمزارع النظمية، العجلة العشار باللي هي بتتميز بإنتاج اللبن او العجلات المتخصصة من السلالات المتخصصة في إنتاج اللبن، إنتاجيتها تقريبا تعدي 4-5 أضعاف على الأقل إنتاجيات حيواناتنا المحلية. وكمان برضو بنستورد او بنسمح باستيراد عجلات تحت عشار للإخوة صغار المربيين اللي هو بيناسبهم الاحتياجات الغذائية والرعائية للعجلات تحت عشار، سعرها أقل، بتبقى ثنائية الغرض متخصصة في إنتاج الألبان واللحوم، بتقعد 3-4 شهور قبل ما يتم تلقيحها اصطناعيا بنفس المادة الوراثية وبتتأقلم مع الظروف والأجواء المصرية. الحقيقة احنا بنشكركم جدا جدا على المجهود الكبير جدا في كل يعني الأفرع والمجالات الخاصة بقطاع الثروة الحيوانية، في تطور كبير في هذا القطاع بالتحديد، وبنتكلم عن بداية من اهتمام الدولة بكل المجالات وصولا إلى اهتمام أيضا بصغار المربيين اللي حصل طفرة بأيديهم في الحقيقة في هذا القطاع. أنا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا يا فندم دكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والدجنة بوزارة الزراعة، نورتنا. شكرا. كل الشكر لحضراتكم مشاهدينا على المتابعة اليوم لصباحنا مصري، ونشوفكم بكرة على ألف خير.